في تصريح له على هامش حضوره حفل اختتام مهرجان اللوكلات المتوسطية المنتظم بقصر الرباط بالمنسير، أفاد وزير التربية ناجي جلول أن الوزارة تحارب كافة أشكال العنف المدرسي، وأنها بصدد وضع استراتيجية وطنية لتسليط الضوء على هذا الإشكال تتضمن برنامج أسبوع العنف في المدارس. سوس تي في واكبت تصريح الوزيرة ونقلت لكم أبرز ما جاء فيها. قاعدين نحاولوا احنا بالنشاط الثقافي والرياضي والمسرحي، عندنا اسبوع كامل على العنف نقصوا منه. راه العنف موجود، معناها ما نقولكش ما فماش عنف في المدارس، ثم عنف في المدارس، ماهيش ظاهره تخوف، ماهيش حاله فزع تلقاها في بعض العناوين، لا موجوده. وتبصوا العنف موجود في المدارس في العالم كله، فما عنف في فرنسا، فما عنف، انا درست في فرنسا، فما عنف، ما يلزموش توجد، مش خاطر يلزموش توجد، اما بلاش توظيف سياسي، بلاش تهويل، موجود عن عنف. الشباب طاقة، الشباب طاقة، كان الطاقة هذيك ما توجهش للثقافة والرياضة كتريسيتي، راه تريسيتي كيف يتوجه يضوي، كيف ما يتوجهوش يضرب، والطاقة كل طاقة يلزم توجه. ونيت انتين تفارح، عندنا أسبوع عن العنف، عندنا أنشطة رياضية، أنشطة ثقافية، أنا نعتبر منسوب العنف نقص في المدارس، أما نقص بالإحصائيات نقص، معناها فهمت، اما ثم وفما حوايج راهو خارج نطاق وزاره التربيه. المره فاتت في مرش تكوين مني راهو مش تبع وزاره التربيه، ساعات قدام يتعاركوا زوج تلامذة، راهو التلميذ كي يخرج من المدرسه ما عادش مسؤوليتنا، ثم عنف مسلط على المدرسه، معناها برشا ناس منحرفين يجوا لهم قدام مدارس، ويصير نتعاون مع وزاره، احنا قاعدين عندنا تعاون كبير مع وزاره الداخليه باش نحيوا، ثم مونك تا قاعات مراجعة إلى غير ذلك. احنا ماذا بينا نستوعب التلامذة ساعات ونا با دو سال دو بيرمانونس، راهو هي بلان دو بروبليم، وزارة التربية فيها برشا مشاكل تتحل بشوية بشوية، مش مجهود وزارة التربية. أنا ديما نقول ونعاود 97% من موارد التربية، موارد وزارة التربية ماشي الأجور، معناها ميزان وزارة التربية ضعيفة ياسر، ضعيفة ياسر، وذاك علاش احنا نحاولوا نلقاو موارد جديدة. فما مجهود شعبي، ثم حاضنة شعبية موجودة، يلزم قاعدين نقدموا رغم المشاكل، شو قاعدين نقدموا، قاعدين نحسنوا. احنا اليوم هيئة الأمم المتحدة مش تختار تونس ما بين 11 بلاد رائد في ميدان الإصلاح التربوي، سي اون تري بون شوز. الجمعة الجاية عندنا المؤتمر الأول لوزارة التربية بتاع العالم الإسلامي، الناس رجعت فيها من الثقة، اليوم معناها ثم عودة الثقة، ثم الناس قاعدة ترجع في أولادها من المدرسة الخاصة للمدرسة العمومية، ونعطيك الإحصائيات، معناها ثم عودة الثقة بفو باتير سور سا، يلزم كان ثم نقائص نقولوها، وأنا كلفت النقابات باش يقولوا لي راهو كان ثم نقائص قولوا لنا، كذلك يلزم الناس تتكلم، يلزم المواطنين تتكلم، احنا تو دور خصوصية نعرفوا، دور خصوصية ما نحيناهاش، مش حاب نعمل، يلزم الأولياء يقولوا لنا. يلزم الاولياء يتحملوا اسماس، احنا عملنا اسماس، الولي كي يجي اسماس يقول له ولدك غاب ولا عمل، ماذا بينا يجينا، خاطر اسماس نبعثوا له الولي اسماس وما يجيش، معناها راهو احنا عندنا زوج ملايين تلامذه، ويلزم الناس الكل تتكافل باش المدرسه التونسيه ترجع لاشعاعها نتاع 70. ثم اجا قالك شو ثم بسيسه، وتعرف بسيسه اللي هي بربريه، ما هو وثم عصيده تعرف اللي هي فينيقيه ولا لا، وثم برغل تعرف اللي هو روماني ولا لا، وفما لبلابي تعرف اللي هو تركي ولا لا، فما كعك ورقه هل تعرف اللي هي اندلسيه ولا لا، وتعرف معناها احنا الشعب التونسي شفت حتى في ماكلته شعب برك الله قديم وعريق ومخلط ومزيان، ونحبوا المدرسه تكون كما هكا، تكون شعب تونسي مختلطه فيها الاختلافات. فما سيزيام ونبيل رسميا رسميا، ولا انا ما عجبتش انا نشوف برشا عباد هاو فما سيزيام، شوف لا شوف وزاره التربيه عندها مناشيرها وعندها بلاغاتها، وتبارك الله معناها عندنا دي سيت فيسبوك وعندنا دي باج فيسبوك وعندنا ليدينات، معناها كان ثم موقف وزاره التربيه السنه ثم سيزيام وفما نافيام الزوز، اما سيزيام ونافيام احنا ما نحبوش. شوف راح نتعاملوا مع صغار، نتعاملوا مع مراهقين، نحبوا ديما بالتدرج، معناها مش نعملوا سيزيام امتحان وطني، نافيام امتحان وطني، دون لي كونديسيون جينيرال تاع المناظرة، أما نحبها تدريجية على خاطر في النافيام احنا ما نحبوش السنة مثلا نعملوا أن كونكور معناها صعيب، ونلقاو رواحنا 30 ولا 40% ما نعرفش شنو نحطوه،
باش نعملوا معناها مش يكون سيزيام ونافيام اما سنه انتقاليه بارابور للضوابط على 100% في النافيام معناها كيما عملنا في الباك عملنا الباك بشويه بشويه بالتدرج ما تنجم تعمل اصلاحات وزاره التربيه كان بالتدرج رحنا نتعاملوا مع مراهقين نتعاملوا مع الصغار معناها احنا مسؤولين على الصغار هذو ويلزمنا نمشيو بالتدرج وخاصه وفي ترابط بيداغوجيك نحبوا الصغار تقتنع نحبوا الاولاد احنا ما حناش ضد راهم راهو المبدا العام ننجحوا راهو ما ندبلوش المبدا العام الناس تنجح اما نحبوا كل شيء بالتدرج. شكرا سي المزيد.